السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا لا فيديو احسن الاحوال. ومرحبا بكم في هذا الدرس ديال الملاقية ديال الكورميط. بالنسبه لي انا بغيت نشارك معكم هذا الفيديو لانه فيه واحد الصعوبات ديال الصم. بالنسبه لكم البنات راكم عارفين الملاقية ديال الكورميط كنخدموها على 4 ديال الغريزات كبداية. غادي تعملي بإناء الغراز على 4 ديال الغريزات وتبعي نفس الطريقة. هنا البنات كيف ما لاحظتوا معايا الخيط راه برمتو على 2 ديال الصم. هنا البنات هاد الخيط راه سبيسيال، يعني ما غادي نخاف منه ما والو، ولو كيبان لكم هكايا كيتقشر واحد شوية ولكن راه كيبقى شاد اللمعان ديالو. وبالنسبة لهاد الصم الاغلبيه ديال البنات ما كيزعموش عليه لانه الخدمه ديالو صعيبه. بالنسبه لي انا هنا برمتو على 2، والصعوبه في انك تبرميه على 2 اكثر من انك تبرميه على 3. الا برمتي على 3 كيبقى شاد فراس، واما على 2 راه بالزربه كيتحل وكتلقاي معاه المشاكل. انا كيف ما كتعرفوا كنخدم دائما على 2 شعرات. بالنسبه للخيط كيف ما كتلاحظوا معايا اولا هذا الخيط ديال الصم كنحاول دائما كل غرزه كنعملها كنشد هذاك الخيط بالاصبع ديالي باش هكايا يجيوني هاد الخويطات ما مشنتفينش، اولا واحد كيخرج على واحد كيبقاو قياس واحد وهكايا ما كيجيوش مشنتفين. الا لاحظتوا كيفاش كنعمل ليه، هذه هي الطريقه اللي كتبقى مخليه الصم ما كيجيش مشنتف. وراه كاين بزاف ديال الطرق كل اخت وكتستعين بالطريقه اللي كتناسبها. انا بالنسبه ليا هذه هي الطريقه اللي كنستعملها دائما دائما كنستعمل الاصبع ديالي باش كيجيني هكايا الخيط ما مشنتفش وكيبقى غادي مقاد. بالنسبه كيف ما كتلاحظوا معايا راه الخيط كيتحل، يعني ان فوا انك كتبداي تخدمي الخيط كيتحل ما كيبقاش مبروم ولو انني كنبرمو نفس الطريقه اللي كنبرم بها الحرير. انتم البنات كيف ما لاحظتوا معايا هنا كنعمل دوك الحبكات اللي كنعملو في الكورميط. هنا البنات كيف ما لاحظتوا معايا راه بقى الخيط، يعني كيبقى لك واحد الخيط او لا 2 مشنت فين، فحاولوا انكم تشدوا دائما الخيط بالاصبع ديالكم. وهذه هي الطريقه ديالي في الخدمه ديال الصم، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم.